صراحة الكوتور ويك هالسنة هالموسم كان مميز، شفنا فيه عودة كتير للقصص السيمبل للألوان لربيع وصيف 2020. كتير حبيت الشو تبع نيكولا جبران، كان كتير يعني بيشبهه، كان السيناتور تبعه مثل ما عم نقول كانت بارزة، الألوان كانوا كتير حلوين. تحية لمشاهدي سكاي نيوز عربية من العاصمة الفرنسية باريس، أنا وياكم رح نرحب بالمصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران على هامش عرضه اللي حمل عنوان محادثة صامتة. أهلا وسهلا نيكولا جبران على سكاي نيوز. بونسوار سعيد، أهلا وسهلا فيك. محادثة صامتة، عنوان لافت بيحمل نوع من التناقض، ليش؟ محادثة هي محادثة مع الذات أكثر من أنها تكون محادثة صامتة، يعني هي بالحقيقة مش هيك بتكون صامتة، لأنه اليوم الواقع اللبناني بخليك تحكي مع حالك بكتير أوقات وتسأل حالك لوين وشو فيه وليش عم بيصير هيك وهل هالشي منيح، هل هالخطوة اللي بدي أعملها منيحة، هل هالفكرة بعملها، هل هالشي بعمله، هل هالشي قادر أعمله، هل هالشي منيح، يعني كل هول اللحظات اللي ممكن تعيشهم، هاللحظات اللي عندي، يعني لحظات صعبة، يعني أول مرة بشوف لبنان، يعني قديه مرقنا بصعوبات، يمكن بالحقيقة هيدي من أصعب الأوقات، من أصعب الأوقات اللي أنا عايشت الحرب، يعني أنا خلقت بالحرب وربيت بالحرب، بالنسبة لإلي إني أمرق بكل لحظات صعبة بالحياة وأتحدى الواقع، كانت هيدي بعتقد من أصعب اللحظات علي وعلى كل اللبنانيين صراحة. بالحقيقة سعيد أنا يعني هيدول الحالات اللي أنت بتعيشهم مع حالك، وأنا لأني شخص إيجابي عموماً بالحياة بجرب أنه أمتص هيدا يعني كل شيء سلبي ممكن تتفكر فيه بجرب أنه أمتصه وجرب أني أعكسه إيجاباً، فكان كتير صعب هيدا الفترة أنك تكون إيجابي، ولكن التحدي بخليك تكون إيجابي، مشان هيك اليوم الواقع هو أسود. كيف المرارة تترجم اليوم بقطع فنية، بالقماش، بدك تترجم، بدك تعبر، ما بتقدر ما تعبر، ما بتقدر ما يطلع منك شيء، يعني أنا اليوم بطلق صرخة من جوات حالي، اللي بعرف صرخه واللي بعرف أعمله هو الشيء اللي شفته اليوم، اللي بعرف عبر عن بركة، عن إحساس معين، عن شعور معين، عن لحظة معين، عن واقع معين، ترجمته اليوم بهالصرخة، ترجمته اليوم بهالتحدي. مجموعتي كانت كتير كان فيها تضارب بالألوان، يمكن أنا بكرة أفكر أقول أنا يعني كيف حطيت هالألوان مع بعضها، بس هي لحظات بتعيشها، لحظات بتحسها عم تتعايش مع واقع وعم ترجع للفكرة اللي أنت عم تفكر فيها، هي هالمد والجزر فيها بخليك نوعا ما تعبر وبخليك نوعا ما بركة تعبر، بركة ما تشوف هيك، بتشوف خلطة ألوان، بتشوف رسمة معينة شفتها، طبعة معينة. أنا صراحة اشتغلت على ديتيلز كتير بالكولكشن تبعي، كان فيها دخلنا اليوم بالتفاصيل، لاحظت بالمجموعة بأنه ثمت تضارب مثل ما قلت، بأنه قد نرى تارة اللون الأسود لنرى لون آخر ثم يعود الأسود، ثم نرى الألوان ثم يعود الأسود، لماذا؟ لأنه هيدي الحالتين هي نوعا ما حالة من الشيزوفرينيا، يعني حالة فرح، حالة حزن، حالة أمل، حالة تحدي، كل هول الحالات بتخليك تفكر انت رح تعمل ما رح تعمل، قادر تعمل، قادر تسافر، قادر شو في بكرة. نحن ما بحياتنا منفكر ببكرة، ولا مرة حدا منا قال أنا بدي أعمل بكرة مدري شو، بعد بكرة ما بعرف شو، أنا شخص بعيش كل يوم بيومه، ولكن هيدي الفترة كانت كتير ما بعرف فكرت ببكرة، كان كتير صعب، هل في جاي بكرة؟ هل في بكرة؟